تأخرنا شوية النهاردة معلش، كان عندنا ظروف امتحانات كده. احنا عادة هنبتدي ان شاء الله في الوقت. يعني اللي كان بيحصل السنين اللي فاتت ان انا مش بالضرورة باخد كل الوقت، يعني ممكن ناخد بتاع ساعة وربع، مش كل الساعة ونص في الوقت المحاضر. انا اسمي احمد هشام، ان شاء الله هنتكلم عن الانالوج كوميونيكيشن. الكورس ده متقسم حاجتين، انالوج وديجيتال كوميونيكيشن. كاتب لك انا الايميلز بتاعتي، ممكن تبعت على الاولاني او الثاني، افضل الثاني بس مفيش مشكله لو عايز تبعت على الاولاني. في شويه يعني اوتلاين او لوجيستكس ممكن نتكلم عليها سريعا. تقسيمه الدرجات، الكورس من 100 في 60 درجه هيبقوا على الفاينل، وفي 40 درجة أعمال سنة، 10 درجات على المعمل، 30 درجة على أعمال سنة أخرى، اللي هي بقى تشمل الميد تيرم، الكويزز لو في الأسايمنت أو بروجكت، هنتفق معاكم عليها واحدة واحدة واحنا ماشيين. أنا حاطط السلايدز على الويب سايت اللي قدامك ده جوجل سايت، ممكن تدخل عليه وتحملها. هتلاقيها مختلفة شوية لو انت اوريدي دخلت يعني وحملت بتاعت السنة اللي فاتت، او لو عندك بتاعت السنة اللي فاتت هتلاقي كورس مختلف شوية عن السنين اللي فاتت. يعني احنا حطينا اجزاء مختلفة. اولا انا غيرت الحقيقة في الجزء الخاص بالانالوج، هنحط فيه جزء خاص بالكوميونيكيشن سيستم. يعني الكورس اصلا اسمه ايه؟ Introduction to Communication System. فهنتكلم على الكوميونيكيشن سيستم في واقع الموديريشن، هو موضوع الكورس، هتعرف يعني ايه، والابلايد كوميونيكيشن سيستم بقى المستخدمه بالفعل، والبراكتيكال كونسيدريشنز فيها او البراكتيكال ايشوز او تشالنجز لو عايز تسميها، ايه المشاكل اللي احنا بتقابلنا واحنا بنبني الكوميونيكيشن سيستمز. فده الجزء اللي يعتبر جديد في الكورس بنسبه، يعني ممكن واجه التشابه بينه وبين الكورس القديم حوالي من 60 ل 70%. الجزء بقى الديجيتال اللي هو كانت بتدرسه دكتورة منى رياض، مش هتدرسه السنة دي، هي بقى لها ما شاء الله بتدرسه مش عارف يمكن فوق ال 20 30 سنة حاجة كده يعني، بس هي عندها لود تاني أو يعني كورس آخر، فهي اعتذرت عن الكورس ده، اللي هتدرس الكورس ده مكانها دكتورة ياسمين علي فهمي. دكتورة ياسمين فهمي هتدرس هي جزء الديجيتال. برضو من ضمن التغييرات اللي عندنا إن إحنا عادة كنا بنمشي بالتبادل، يعني ادخل انا محاضره محاضرتين وجزء الديجيتال اللي يبقى بعديه محاضره محاضرتين، نمشي هكذا. بس السنه دي هنقرر ان احنا هنخلص جزء الانالوج اللي انا هبتديه معاكم 6 7 محاضرات، وبعدين ان شاء الله تبتدوا جزء الديجيتال بعديه. فالميد تيرم غالبا هيبقى فقط على الجزء بتاع الانالوج، والنسبه بقى بالنسبه للفاينل هيبقى في انالوج وديجيتال، بس غالبا هيبقى الويت الاكبر على جزء الديجيتال. طيب حاطط لك انا هنا التكست بوك، يبقى ده الكتاب اللي هتلاقيني ماشي على كتير منه، مش كده بنسميه تكست بوك زي ما كنت بقول للمجموعه اللي قبليكم. فده الكتاب اللي منه التكست اللي خدنا منه حاجات كتير في المحاضره. في مراجع ثانيه ثانيه مراجع بقى مش تكست بوك، اللي هو يبقى معناه لو انت عايز تستزيد او ما فهمتش من المرجع او مني او من المعيد، فممكن تروح لمراجع اخرى. فالمراجع مقصود بيه ان انت تطلعه وتشوف المساله اللي انت عايزها وترجعه ثاني، مش بالضروره هو ده الكتاب اللي هتذاكر منه. فدي تقسيمه. السؤال المعتاد، طب هل لازم اعمل كده؟ الاجابه لا، السلايدز السكاشن كافيه. لكن الطبيعي ان انت تتعود ان انت تبقى عندك مصادر ثانيه للاطلاع. فدي مهمه جدا الحقيقه، يعني لو عرفت تعملها هتساعدك. ده الايميل زي ما قلت، في ايميلين بس يا ريت تبعت لي على ده، ومكتبي فيه الدور الرابع. ايه اللي احنا عايزين نتكلم عليه السنه دي؟ عايزين نتكلم على كوميونيكيشن سيستم، وده اول كورس ليه كوميونيكيشن، فاحنا هنتكلم على تحديدا الالكتريكال كوميونيكيشن، لان كلمه كوميونيكيشن كلمه عامه. هتلاقي الناس كليات ثانيه بقى ادبيه، كليات ادبيه بتدرس برضه كوميونيكيشن، بس يعني من وجهه نظر الهيومانيتيز بقى، الاتصالات البشريه، لكن احنا بنتكلم على الكتريكال كوميونيكيشن، وده اسم الديبارتمنت بتاعنا مش كده؟ طيب ايه في الكوميونيكيشن؟ هنتكلم على السيستمز. فهروح الاول اراجع معاك شويه حاجات خدتها في السيجنال اند سيستم. بنبقى عارفين ان في ناس كتير مش حابه كورس والرياضه من حتى السيجنال اند سيستم، بنقول لك لا احنا مش هنسالك فيهم ولا هننزل لك شيتات كتيره ورياضه، لا هنفكرك بس باللي احنا عايزينه من الكورس ده،
يعني مش هينفع تكمل معانا كورس الا وانت فاهم فاكر يعني ايه فوري ترانسفورم، يعني ايه باور، يعني ايه انرجي بتاعت سيجنال، يعني ايه باندويتس حتى لو ما خدتهاش يعني. فهنتكلم في الحاجات دي بالتفصيل قبل ما ندخل في كوميونيكيشن سيستم. هنتكلم في ايه بقى في كوميونيكيشن سيستم؟ في انواع الموديليشن. فانت النهارده سمعت ان في محطات زي اسمها اي ام اف ام، ايه الفروقات، مين دول، بيعملوا ايه، وانواع اخرى. هنتكلم على ازاي تبني انت كوميونيكيشن سيستم وتشوف المشاكل الحقيقيه اللي فيه، مش بس بالورقه والقلم، لا يعني في حاجات نظريه ده اللي هنبتدي بيه، وفي حاجات بقى عمليه، مشاكل عمليه بنشوفها في السيستمز، يا ترى ايه انواع المشاكل دي وحلولها ايه. هناخد امثله بعينها، دي الحته اللي اتوقع ممكن ناخد فيها وقت في الكورس، فاخر نقطتين دول هم الاضافه على الكورس، وهم اللي انا احتاج منك انك يعني تركز فيهم. زي ما قلت للمجموعه اللي فاتت، مش بنطالبكم ان انت تحضر المحاضرات، اللي عايز يحضر يحضر، اللي مش عايز يحضر يبقى كويس هيقلل العدد، بس القصد ان انت لو حضرت هتركز، لو اعتمدت بس على التسجيل انت حر. مش بقول لك بالضروره انه غلط، لا، احنا شفنا طبعا الاونلاين كورسز والمسجل منها برضه اشتغل ونجح يعني، ونجح قبل ما ينجح شويه في مصر، نجح عالميا بشكل كبير، فما فيهاش مشكله لو فكرت فيها. نعم الصوت، طيب حاول اعلي صوت كده احسن غالبا، ماشي. فما فيهاش مشكله لو انت اعتمدت على التسجيل، بس بقول خلي بالك ان انت محتاج تركز حتى في التسجيل، يعني ما تعتمدش بالضروره ان المنهج هو هو، ان المسائل هي هي، لا، هتشوف معايا ان الدنيا اختلف. طبعا انت ما تعرفش المنهج القديم، بس القصد ان لو حد منكم اعتمد، لو حد منكم اعتمد بس على موارد سابقه، خلينا نقول كده المحاضرات القديمه، حلول قديمه، لا، في تغيير شويه السنه دي، فمحتاجك تركز سواء حضرت بنفسك او يعني سمعت التسجيل. تمام، ده بس عشان نبقى متفقين في الاول يعني. وطبعا لو انا لقيت ان العدد قل نتيجه الاعتماد على التسجيل هعمل ايه؟ مش هعمل حاجه، لا مش هعمل حاجه، انا بس هجمع غالبا المجموعتين. فلو لقيت مثلا صف ولا صفين ونفس الكلام المجموعه الاولى، فممكن اكلم بقى انتوا بتبدلوا، اظن عندكم محاضره، كان عندكم ايه الاولى اظن، ايه، انتنز، فنشوف برضه عددكم عامل ازاي، فدي حاجه نعرفها مع الوقت يعني. لان عامه الكورس بيبقى الانطباع العام للطلبه انه كورس سهل ممكن يجيب درجات، بس اللي هيجد السنه دي اشياء جديده، فانت محتاج فيها التركيز يعني. فالتركيز ده تعرف تحصله، بقول لك الموضوع مش صعب، بس افهم معايا ايه اللي بيتقال وهتلاقي المسائل فعلا ستريت فورورد. اسكس مش محتاجين يعني نقضي وقت كبير فيها، لو عايز تتكلم ممكن تتكلم، بس خلي صوتك واطي، عايز تتكلم مع اللي جنبيك، مع اللي وراك، مع اللي جنبك، ايا كان، المهم خلي صوتك واطي. عندك تليفون عايز تاخده اطلع بره اتكلم، مش لازم تتكلمه هنا، اكيد صح، ده مفهوم يعني. عايز تاكل حاجه وتشرب حاجه سريعه برضه مش مشكله، حاجه سخنه، حاجه ساقعه، بما يلائم الوضع، بحيث ان انت ما تشتتش انتباه لا اللي جنبك ولا اللي وراك ولا اللي جنبك الناحيه الثانيه ولا اللي قدامك ولا اللي قاعد بيشرح. طيب، في اي حاجه بالنسبه للي احنا قلناه دلوقتي كمقدمه عامه، او لو عايز تعتبرها اوتلاين يعني للكورس، يبقى احنا عايزين نعمل ايه؟ هنراجع شويه حاجات بسيطه في السيجنال سيستم، ندخل بقى بعد كده في كوميونيكيشن سيستم، ونكمل بقيه السنه في موديليشن تايبس، يعني ايه موديليشن، وايه هي البراكتيكال تشالنجز في كوميونيكيشن سيستم. اي حاجه مش واضحه؟ طيب، قبل ما نتكلم بقى على اللي احنا عايزين نتكلم فيه ده، بديك شويه ايه انتروداكشن لايه للديجيتال سلاش وايرلس. انا هدرس لك الجزء الانالوج، بس احنا عارفين ان 99 من السيستمز النهارده ديجيتال، ومع ذلك معتمده بشكل كبير جدا على الانالوج كومبوننتس. فهقول لك الفرق ده جاي منين مع الوقت، بس الاول تعالى نتكلم على الديجيتال سلاش وايرلس. وايرلس كوميونيكيشن ليه؟ معظم الابلكيشن بتاعتنا النهارده وايرلس، انا بكلمك اهو النهارده في وايرلس مايك، مش كده؟ مفيش هنا واير. انت عندك خدمه في النت مثلا، خدمه نت في البيت دي اس ال، جاي لك بقى خط نحاس من السنترال او فايبر ايا كان، فده اذا وايرد شانل، وايرد كوميونيكيشن مش وايرلس. عندك سيلولر نتورك بتتكلم في التليفون وبتدخل على الشبكه، ده وايرلس. عندك اكسس بوينتس او واي فاي راوتر، ده وايرلس، صح؟ عندك زيجبي، بلوتوث، عندك كوميونيكيشن مع الساتلايتس، كل الابلكيشن معظمها، معظم الابلكيشن النهارده وايرلس، وتحديدا ديجيتال كوميونيكيشن. فانت محتاج تفهم يعني ايه كوميونيكيشن، وبعدين نكلمك عن الانالوج والديجيتال منه. فده انتروداكشن، بنقول لك مثال تحديدا على الوايرلس ايفوليوشن في واقع السيلولر نتورك اللي هو الشبكات. كان في تطور معين
للشبكات حصل، جيل تاني تالت رابع خامس، بس اولهم خالص كان الجيل الاول. ايه الاجيال دي؟ دي عبارة عن نظم اتصالات الناس اتفقت عليها وصنعتها بما يلائم الحاجة في وقتها. فكانت الناس في الاول خالص عايزة تتكلم في التليفون بس، فعملنا شبكة وسميناها الجيل الاول. بعد كده قالك لا، ده انا نفسي كمان اعمل تكستنج مسجنج، اكتب رسالة ولو قصيرة، فبقت اس ام اس. بعد كده قالك لا، ده انا عايز بقى مالتي ميديا صوت وصورة. وبعد شويه لا، المالتي ميديا دي انا عايزها اسرع، عايز الفيديو والكول يبقوا فيري كلير والباندويتس عالي واستحمل ناس كتير على الكول. بعد شويه الابلكيشن اتغيرت خالص، قال لك ده انا عايز ناس كتيره جدا، حتى لو كان الناس دي مش ناس ولكن بقت ماشينز، مجموعه من السنسورز في حته معينه بيكلموا بعض او بيكلموا اكسس بوينت. فبقت انواع الابلكيشن مختلفه، فتلاقي الابلكيشن من فتره للتانيه اتغير. فالناس عماله، الناس دي اللي هم زيه وزيك مهندسين، عماله تطور في الشبكات. تطور ايه في الشبكات بقى؟ موضوع الكورس الانالوج والديجيتال كوميونيكيشن. هتطور في الشبكات بحيث ان هي تحسن لك حاجه معينه تهمك جدا اسمها البيت ريت. طب يعني ايه بيت ريت؟ هتدرس الكلام ده. فالبيت ريت اللي هو بيت بير سكند في الابلود والداونلود، يا ترى عامل ازاي وازاي بتطور كده؟ ده برضو احد اهداف الكورس، انك تفهم يعني ايه بيت ريت، سواء طبعا الكورس ده او كورس الترم الثاني اللي هو الكوميونيكيشن، هنتكلم فيه برضه بالتفصيل شويه اكتر كمان عن الديجيتال. ده جيل اول، ثاني، ثالث، رابع، باسماء علميه بقى معينه. كل جيل ادينا له اسم بعد ما اصطلحنا او اتفقنا او خلاص قلنا ان هيبقى يعمل كذا، هندي له بقى اسم. فدي اسماء معينه. وبعدين جينا في الاخر على ال 5G، قلنا الابلكيشن هتبقى مختلفه. ال 5G ممكن تحتاج باند ويدثس كبيره للابلكيشنز الكبيره اللي فيها بقى فيديو وكول وكونفرنسز كول ومالتي ميديا ابلكيشن عامه، فبيسموها برود باند، اللي هي الابلكيشن هي باند ويدث كبير. طب يعني ايه باند ويدث؟ ما لازم نفهم الاول يعني ايه باند ويدث، هنتكلم عليه. في ابلكيشن ثانيه مش عايزه كده، في ابلكيشن ثانيه مش عايزه باند ويدث وبيت ريت عالي، لا بس يهمها ان هي لو اتصلت بالشبكه تتصل على طول، ما فيش حاجه يوقفها او توقفها. ما ينفعش اتصل بالشبكه ولاقيها مشغوله، ممكن مثلا اثناء الاعياد تتصل فتلاقي ناس كتير بتعيط، فتحاول انت تتصل بالشبكه، الشبكه تقول لك لا مش عارف اساعدك، استنى شويه، بيزي تون كده او بيزي نتورك. ليه؟ لان الشبكه مشغول بتخدم على ناس كتير ومش قادره تسمح بدخول ناس تانيين على الشبكه في نفس الوقت. فده ما ينفعش لبعض انواع الابلكيشن زي السطر الثاني ده اللي بيسموه الترا ريلايبل لو ليتنسي. في ابلكيشن محتاجه فيري لو ليتنسي، ما ينفعش تاخرني، بالذات في الحاجات الحساسه احيانا زي بنسميها الببليك سيفتي ابلكيشن، حاجات مثلا افترض فيه مثلا كارثه حريقه ولا سيول، فلازم في هيئات كده دفاع تبقى موجوده. يعني عندك مثلا الجيش، الداخليه، المضافي، الاعلام، في اجهزه لازم لما تنزل الموقع يبقى عندها اكسس على طول النتورك، ما ينفعش النتورك تقول لها بيزي تون مثلا. الاجهزه دي ممكن ما يبقاش هدفها دلوقتي ان هي تتصل ببندوتس عالي، بس هي عايزه تبعت رساله قصيره وتقول لفلان لا هات لي بسرعه عربيه كذا، هتحطها لي هنا ميه كذا. فالحاجات دي ممكن تحتاجها كسيفتي وسكيورتي وببليك سيفتي. ابلكيشن ثانيه لا، طبيه ميديكال، فعندي سنسورز مغطيه جسم ناس عيانه في مستشفى ولا في البيت، فسمحنا للراجل ده ان هو يروح من المستشفى للبيت، بس عنده سنسورز مغطيه جسمه، تقرا القياسات المهمه زي قياس السكر، الضغط، قياسات كتير. ولو حصل القياسه من دول اختلت تبعت رساله على طول للاكسس بوينت للدكتور، فيعرف على طول يكومنيكيت معاه او يشوف ايه المشكله او يغير له الدواء لو في حاجه خطيره مستعجله. فدي حاجات عايزه سرعه في الاتصال. فظهرت اذن انواع جديده من الابلكيشنز خلت الناس تفكر، يبقى مش بالضروره الابلكيشنز القديمه هي اللي عايز اشتغل بيها، ده في ابلكيشن جديد. ده يغير لي ازاي بقى في الشبكه؟ يغير لي ازاي في الكوميونيكيشن سيستم؟ ولا هعرف اقول لك الا لما ندخل في الكوميونيكيشن سيستم. واخر نوع، نوع جديد زي ما قلت لك، اللي هو ماشين تايب كوميونيكيشن، ممكن يبقى فيه نتورك اللي بيتكلموا بعض فيها لا انا ولا انت، مش يعني انسان ولكن اشياء. فده يعني ظهر مفهوم جديد للنتورك عن طريق انترنت اوف ثينجز. طيب عندي مثلا نتورك فيها اشياء كثيره بتتكلم مع بعضها، كثيره جدا ممكن توصل بالالاف، وعايز كلهم يدخلوا على اكسس بوينت ويبعتوا معلومات على طول طول الوقت، معلومات بقى عن الترافيك، معلومات عن الوذر، عن درجه الحراره، معلومات عن اي حاجه. فاذا بقى عندي حاجات كثيره داخله على النتورك، مش انا وانت بس زي زمان. ده غير مفهوم الشبكات. ده ال 5G، 6G لسه الناس بتتفق عليه. ليه بقول لك الكلام ده كله؟ بديك بس هنت كده ان الشبكات او ادوات الاتصال بتختلف حسب اختلاف الناس وعادتهم واحتياجاتهم.
خدوا وقت قد ايه؟ خدوا وقت كبير. فالجيل الثالث ابتدينا نفكر فيه في الثمانينات، ظهر في اواخر التسعينات وبقى ويل ديبلويد والناس فاهمه بشكله لغايه النهارده ومستمر. الجيل الرابع ظهر في اوائل الالفينات، ابتدينا نقعد نفكر فيه نعمل ايه عشان نعمل حاجه اسمها جيل رابع، وبعدين بقى ديبلويد يعني بقى مصنع ومستخدم في الفتره ما بعد 2012 2013، وبعد كده بنفكر فيه الايه ال 5 جي اللي هي كانت يعني هم قعدوا فيها من 2015 يمكن، وظهر اول ريليز منها في 2017 اواخر 2017 تقريبا، لما ابتدينا نحط ريليز اللي احنا ايه نصنع او يعني نحط نتفق شكل الشبكه يبقى ايه عشان تنزل فعلا الايه السوق. لان في الاول بيبقى انت عندك دراسات، مجموعه من المهندسين زي وزي كده قاعدين ونقول والله الجيل الجديد من الشبكات محتاجينه يبقى سريع، طب نعمل ايه عشان يبقى سريع؟ كل واحد يقول فكر، وبعد كده نروح نشوف الافكار دي نعمل عليها دراسه، نرجع تاني ونقول اه فكره فلان كانت شكلها كويس، فكرة دي كانت شكلها لا صعبه شويه، نتناقش كتير لغايه ما نتفق، بعد ما نتفق يحصل بقى موضوع الديبلويمنت ده ان احنا نصنع. رحت للصناعه مشكله تانيه، لان في براكتيكال تشالنجز، في حاجات بتظهر اثناء الصناعه. كلنا دخلنا المعمل وعارفين ازاي المعمل مختلف جدا عن السيميليترز وعن شغل الورق والقلم، مش كده؟ فوانس انك بتنزل الديبلويمنت بتاخد فتره طويله برده عشان تحط النتور بتاعك. طب ايه اللي بيخلي حاجه زي كده واخده وقت؟ برضه مش هتعرف غير لما تفهم يعني ايه كوميونيكيشن سيستم. رسم لك انا هنا شارت ثانيه زي ما قلت المجموعه اللي قبليك، خلينا ناجل الكلام عنها، فيها شويه بارامترز تهمك لما تفهم معايا كوميونيكيشن سيستم، ليه علاقه بالديتا ريت، ليه علاقه بالريلايبيليتي probability of error، ليه علاقه بالافشنسي، ممكن نرجع لها ثاني لما نتكلم. هو هدف بس السلايد دي والسلايد اللي بعدها ان انا بلخص لك شوية أسماء ممكن تكون عدت عليك وممكن لا، دي أسماء مختلفة للشبكات. كل شبكة أو كل نظام بيبعت لك بريت مختلف، اللي هو المعيار اللي قلنا عليه يهمك في الآخر أنت كأند يوزر البيت ريت يوصل كام. ممكن تقراها مع نفسك كده في البيت، هو كان هدفها بقول لك إن إحنا عندنا عامة أنواع كثيرة جدا من الاتصالات، طب ليه ما عندناش نوع واحد ولا اثنين؟ ليه كتيرة كده؟ قلنا من شوية حسب الأبلكيشن أنت عايز نظام الاتصال يعمل إيه؟ عايز خدمة انترنت في البيت، خلاص انت عندك واي فاي نتورك في البيت. عايز خدمة على مدار اضيق من كده بينك وبين الجهاز بتاعك بالتليفون، يبقى انت عايز حاجة ضيقة بلوتوث مثلا ولا زيجبي. عايز حاجة اكبر وتمشي وتتحرك وفيها موبيليتي، يبقى عندك حاجة زي الشبكات، يبقى عايز خدمة الجيل الثالث او الرابع حسب الخدمات اللي انت عايزها. الصورة دي ممكن تهمك اكتر شوية من اللي فاتت، ده بقى واقع عملي. جايب لك الايه الصورة دي من الويب سايت اللي عندك ده، ده من الان تي ار اي اللي هو ناشونال تيليكوم ريجولاتوري اوثوريتي، الهيئه القوميه لتنظيم الاتصالات. اي دوله لازم يبقى فيها جهاز، او خلينا نقول جهاز يعني الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، لازم يبقى فيها هيئه او جهاز مسؤول عن تنظيم الاتصالات، صح؟ يعني تنظيم الاتصالات يعني النهارده انت لو عايز تدخل المعمل وقررت كده تمسك انتنة، فرحان بكورس بتاع الانتنة اللي خدته ووصلته بسورس وخليت الانتنة ترديت، ينفع؟ لا، يجي ناس يوقفوك، مش من حقك تراديه السيجنال لان ده وايرلس. انت بتعمل ايه؟ انت كده ممكن تشوشر على ناس تانية جنبك او حواليك او بعديك بعمارة او في الحي كله. مفيش حد ينفع ان هو يبعت حاجة لوحده كده، هو اصلا هيبعتها ايه على فريكونسي كام. يعني مثلا لو جيت سألتك النهاردة انتوا بتسمعوا عن الاف ام راديو ولا الايه محطات الاذاعة، الفريكونسيز بتاعتها كام؟ في حدود كام؟ حد يعرف؟ نعم؟ اه في حدود الميجا. فممكن يبقى 90 او 98 مثلا بوينت 2، دي محطه الاذاعه بتاعت القران الكريم، في التسعينات في السبعينات، فده اللي هو ايه ميجا هرتز، يعني المحطه موجوده هناك في الفريكونسي دي سنتر فريكونسيز. ده مثلا للاف ام راديو. طب لو بتكلم على الواي فاي الاكسس بوينت لو عندك في البيت او لو متعلقه هنا عندنا في الديبارتمنت كم؟ اه السنتر فريكونسي 2.4 جيجا هرتز، وفي منها بيوصل لخمسه وفي منها بيوصل لسته واكتر. طب الشبكات زي 3 جي وال 4 جي السيلولر سيستم، نسميه السيلولر سيستم، يعني شوف استحملوا خطي بقى السيلولر سيستم. نعم ايوه، ممكن توصل ل 800 و900 ميجا، وفي اللي بيبعت على 1800 او 1900 في الرينج ده يعني ميجا، في اللي بيبعت على 2 جيجا، في اللي بيبعت على 3، في اللي بيبعت على 4 5 6، في اللي بيبعت على 20 و24 و39 و48 وراحوا ل 70. علوها قوي كده اه، وهنتكلم ليه بعدين.
فده نظام من نظم الاتصالات، ده نظام اولاني تاني تالت، كل واحد بيختار حته في الفريكونسي بيبعت فيها. مين اللي بينظم الكلام ده؟ لا، ما لازم حد ينظم. فعندك زي الايه الرسمه اللي عندك دي، ده بنسميه السبيكترم شارت، رسمه الفريكونسي، اللي يقول لك مثلا لو بتتكلم عن حاجه اقرب ليه، خلينا نتكلم هنا على الفريكونسيز دي، في الفريكونسي اللي هي 2100 ميجا هرتز يعني حوالي 2 جيجا، فودافون واورنج واتصالات واخدين الحيز ده من الفريكونسي. فمثلا الاحمر ده، هو الاثنين دول عندكم نفس اللون اللي ده، في واحده منهم المفروض تبقى اورنج، غريبه جدا دي، مشكله في الكونكت. فده نظام اتصالات برضه، ده وايرد، ده نظام وايرد كوميونيكيشن، لو في خلل في التشانل اورنج دي عندي في السلايدز لونها ايه اورنج. فادخل على الويب سايت، ده المفروض اللون ده يبقى برتقاني، بس هو باين لك هنا ايه، باين عندكم ايه، احمر صح، وده اللي لخبط يعني. فالسلايد دي اورنج المفروض هيبقى لونها برتقاني، بس هو مش ظاهر هنا. ده نوع من انواع نظام الاتصالات، في مشكله في الكوميونيكيشن شانل في السلك ده، في غالبا بعض البينز مكسوره فيه، فخلت الرسمه غير حقيقيه على الوسيله او الشكل اللي الترانسميتر بيبعته. فهنتكلم ليه ممكن حاجه زي كده تحصل. المهم، فممكن فودافون تاخد حيز من الفريكونسي بينما اورنج تاخد حيز تاني. مين بينظم الكلام ده؟ الان تي ار اي. طب ده تاثيره ايه عليك وانت بتتصل بالشبكه؟ طب الباند ويدث ده هتشوف انت ازاي في الاخر كبيت ريت؟ كلها اسئله بنغطيها لك في الكورس بتاع كوميونيكيشن ترم اول وترم تاني ان شاء الله. في رسمه تانية برضو تهمك، الكفرج، التغطيه. يعني مثلا شبكه زي فودافون بتغطي ازاي القاهره الكبرى؟ فتشوف والله حتة الحمراء دي شكلها ال 4G او ال 4G بلس، يعني لو هنعرض حاجه 4G، وما بين 4G وال 5G ففي حاجه اسمها 4G بلس احسن شويه من 4G يعني، بس لسه ما وصلتش للكاباسيتي بتاعت ال 5G. او لو في حتت ما فيهاش تغطيه، فشكل الشبكات زي كده بالتغطيه ده يقول لك على طول انت النتورك بتاعتك عامله ايه؟ يا ترى الشبكه متغطيه كويس ولا لا؟ تقدر تدخل على اللينك دي وتعرف لو انت في خدمه واخدها من فودافون او واخدها من اورنج او ايا كان. ده كله عايزين نشوف معناه ايه. يعني هنا لما تشوف الرسومات دي غالبا هتسال نفسك اسئله كتير قوي. التغطيه يبقى غالبا الباور، طب هما بيعطوا الباور ليفل قد ايه؟ طب ليه في حتت ضعيفه وفي حتت كويسه؟ طب هما حطوا البيس ستيشن برج الاتصال ده ازاي؟ طب الباند ويث اللي بعته بيه قد ايه؟ طب والبيس ستيشن دي اتحطت فعلا فين؟ هل على نخله صناعيه زي ما بتشوفها احيانا ولا على اسطح عمارات؟ وايه الفرق؟ طب هل النتورك بتخدم على اليوزرز بطريقه انت عارفها؟ يعني انت الخدمه بتاعتك واصله لك ايه؟ 3G ولا 4G ولا 5G؟ وفي الاخر ازاي تقدر تكاركترايز اوفر هيت؟ شكله هيسخن، مين اللي سخنه؟ كان عندكم ايه الاولى هنا؟ غريبه شويه. طيب احنا حظنا بقى. فاحنا عندنا هنا اسئله كتير عايزين، هو الجو النهارده حر عامه شويه. فمهم عندنا اسئله كتير عايزين نجاوبها، بس بقول لك الاسئله دي وانا كاتبها لك هنا اسئله تعريفيه، مش هعرف ان انا اكلمك عنها الا لو عملنا ريفيو سريع شويه، عملنا ريفيو سريع شويه على حاجات انت خدتها في سيجنال سيستم، وبعدين ندخل في الكورس اللي هو كوميونيكيشن سيستم كانتدكشن، وبعدين ندخل في انذر بارت اوف ذا كورس اللي هو الشالنجز ده او الامبيرمنتس او المشاكل في كوميونيكيشن سيستم. فده السيكونس اللي هنمشي عليه، ريفيو سريع او ريفيجن لسيجنال سيستم ثم انتدكشن لكوميونيكيشن سيستم. طيب عايزين ليكتشر نوتس اللي بعديها بقى. يبقى عايزين نعمل ايه؟ عايزين نعمل ريفيو وندخل بعد كده على الموديليشن. هتلاقيني في الجزء ده بتكلم بسرعه، لو لقيت ان انت في حاجه مش فاهمها او نسيها وقفني، لكن غير كده هعتبر ان انت خدت الكلام ده قبل كده، فبنعدي عليه بسرعه بس. طيب نراجع بسرعه. لو انا عندي سيجنال في التايم دومين وعايز اجيب لها فريكونسي دومين، هعمل ايه؟ فوري ترانسفورم، هو قال لي كده صح؟ الايكويشن فوق اهي. طيب فدي الايكويشن اللي بنقول عليها فوري ترانسفورم لو كانت السيجنال نون بيريودك، زي ما قلت لزمايلكم. يبقى انت تسال نفسك السؤال الاول، السيجنال اللي عايز اجيب لها فوري ترانسفورم
هي بيريودك ونان بيريودك وبعدين ابدا احل. هل اديك بقى مسائل وحل وكلام ده؟ لا، انا عايزك تعرف حاجه زي كده. لو قلت لك النهارده عندي ريكتانجل سيجنال شكلها ايه في الفريكونسي، المفروض تبقى عارف ان هي سينك. لو مش عارف ارجع بقى راجع الكلام ده، طبق الايكويشن ده، هي سطر واحد، شوف شكلها ايه في الفريكونسي. طب ليه عايز تعرف فريكونسي؟ بقول مش هعرف اكلمك على حاجات كتيره في الكوميونيكيشن سيستم. زين استنى لغايه ما يغني وبعدين نتكلم. هي كام دلوقتي؟ غريبة فعلا. نكمل؟ بصوا كويس، مش هعرف اتكلم على حاجة زي اللي قلنا عليها من شوية، اللي هو ازاي السيجنال شكلها في الفريكونسي بيأثر عليها وبيأثر على البيت ريت، الا لو انت فاكر يعني ايه فريكونسي اصلا، صح كده؟ فالفريكونسي يبقى انت بتجيب ترانسفورم للسيجنال من دومين لدومين تاني. قعدنا فيها شويه دي في المحاضره اللي فاتت برضه، كان حد بيسال يعني، بس تاني لو ما فيهاش مشاكل يبقى كويس انت فاكر المطلوب منك. وننتقل للسلايد اللي بعديه. بمعنى حد عنده مشكله هنا؟ حد عنده سؤال او مش فاكر حاجه هنا؟ تالي واضحه. كان في كومنت اللي هي لو نون بيريودك سيجنال في الفريكونسي دومين هتبقى كونتينيوس، لو هي كونتينيوس في التايم دومين في الفريكونسي دومين هتبقى نون بيريودك. هل لازم تحفظها؟ هل اسالك عليها؟ لا، دي كومنت تعرفها تفتكرها بس مش اسالك عليها، ده مش كورس سيجنال سيستم. انا في الكورس ده ممكن اسالك الريكتانجل فريكونسي دومين بتاعها ايه، لان ده ممكن يبقى ستيب في مساله ولسه هنكمل بقيه الكوميونيكيشن بروبلم، فلازم تبتدي مسالتك صح، يعني تكون عارف ترسمها اصلا، صح؟ وبالتالي لو النهارده سالتك طب لو السيجنال في التايم دومين عباره عن دلتا امبلس في الفريكونسي دومين هتبقى ايه؟ كونستنت فلات، فاكرين؟ لو هي كانت امبلس في التايم دومين يعني معناها في التايم سريعه جدا، بنقول عليها انفينيتيزمال سمول، يعني متناهيه الصغر. دي حاجه برضه ثيوريتيكال، لو دخلت المعمل مش هعرف اعمل لها جنريشن، يعني في الاخر ممكن تبقى ريكتانجل بلس صغيره جدا جدا جدا. لكن لو هي على الورق والقلم دلتا يبقى خلاص، يبقى السبيكترم بتاعها او الفريكونسي دومين بتاعها هيبقى ايه؟ فلات او كونستنت في كل الفريكونسي. طيب لو السيجنال في التايم دومين كونستنت في الفريكونسي دومين، العكس بقى هتبقى دلتا، ده معناه ان هي سيجنال بطيئه جدا 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 في التايم، ما فيش تغيير اصلا. فالكومبوننت بتاعها في الفريكونسي مش متواجد الا عند الدي سي الزيرو هرتز. طب لو جيت سالتك ايه الفوري ترانسفورم بتاع التراينجل اللي هو بالاحمر ده، حد فاكر؟ مش سامع، او لو حد بيقول حاجه يرفع ايديه. نعم؟ لا اعلي صوتك مش سامع. تراينجل، وان تراينجل كده. بس الفوري ترانسفورم بتاع تراينجل. ايوه. التراينجل في التايم دومين كتابه دي زي كتابه الريكتانجل. ريكت. بدل ما اقعد اقول لك دي عباره عن سيجنال متواجده من ناقص تاو على 2 لتاو على 2، هقول لك دايركت تي على تاو، فانت فاهم ان الرسمه دي معناها الايه؟ الايكويشن دي يعني، او الايه؟ التعريف ده. حيث الفوري ترانسفورم بتاعه السينك، السينك الانفرس فوري ترانسفورم بتاعه ريكت. طيب لو الريكت ده مش ريكت، كان عباره عن تراينجل، فبدل ما هو ريكتانجل كان مثلث. المثلث في التايم دومين عباره عن ايه؟ كونفوليوشن بين ريكتانجل وريكتانجل. فاذا في الفريكونسي دومين بيبقى ايه؟ السينك في السينك، لان الكونفوليوشن في التايم دومين، فريكونسي دومين يبقى مالتيبيكيشن. لو انا اديتك حاجه باللون الاحمر ده معناه ان دي اكسرسايز اعملها، ما تجيبها ليش، لكن اعملها، ممكن اسالك عليها تاني او تحتاجها في ميد تيرم او فاينل او وات ايفر. طيب ده يعتبر جزء من الريفيو. طب نكمل. لو السيجنال كانت بيريودك، لو السيجنال كانت بيريودك ريكتانجل برضه بس بيريودك، اجيب لها الفوريه ترانسفورم ازاي؟ قال لك ما دام السيجنال بيريودك مش هينفع ان انت تطبق معادله فوري ترانسفورم اللي فاتت دي، لا، روح الاول احسب لها فوري سيريز كوفيشنتس، فاكرين؟ فوري سيريز كوفيشنتس، احسب لها فوري سيريز كوفيشنت اللي اسمه دي، وبعدين اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ عوض فين؟ يعني انت هتجيب كوفيشنتس اسمها دي، دي اوف ان، حيث الان ده عداد، دي 0 دي 1 دي ماينس 1، ال n ده 0 1 2 3 ونيجاتيف 1 نيجاتيف 2 نيجاتيف 3. اعمل ايه بالدي؟ يعني انا لو كملت حل المساله هروح احلها، الحل برضه في سطر، السطر ده هو الفوري سيريز كوفيشن
فانكشن في الان اهو. دي شويه كوفيشنتس ارقام اعمل بيها ايه؟ انا مش كاتب هنا التحويله فعلا بتاعت فوري ترانسفورم. يعني احنا خدنا ان الاكس اوف اوميجا عباره عن تكامل الاكس اوف تي اي تو ذا باور ناقص جي اوميجا تي، صح كده؟ بكامل بالنسبه للتي الناتج بيطلع فانكشن في الاوميجا من ناقص انفينيتي لانفينيتي. ده الايكويشن بتاع فوري ترانسفورم لو السيجنال كانت نون بيريودك. طب لو السيجنال كانت بيريودك ما ينفعش تطبق الايكويشن دي، يبقى السيجنال دي فقط لنون بيريودك سيجنال، نون بيريودك اكس اوف تي. لكن لو كانت الاكس اوف تي بيريودك، لو انت عندك بيريودك سيجنال بيريودك اكس اوف تي، اعمل ايه بقى؟ روح الاول احسب فوري سيريز كوفيشنت، وبعد ما تحسبها هنعمل ايه؟ ايوه عندنا ايكويشن فعلا لفوري ترانسفورم في حاله البيريودك. ايه الايكويشن؟ بنقول لك هي سميشن 2 باي اضربها في فوري سيريز كوفيشنت في دلتا اوميجا ناقص ان اوميجا نوت، حيث الاوميجا نوت اللي هي الفاندمنتال فريكونسي بتاعت البيريودك سيجنال. يعني معنى كده شكل السيجنال ايه في الفريكونسي دومين؟ امبلسز مرسوم عندك هناك اهو. يعني السيجنال لو كانت بيريودك في التايم تطلع ديسكريت في الفريكونسي. امبلسز وقيمه الامبلس هي عباره عن الفوري سيريز كوفيشنت دي مضروب في 2 باي لو بترسمها مع الاوميجا اللي هو الريديان بير فريكونسي، فريكونسي اللي اسمها اوميجا، يعني الاكسيس ده لو اوميجا. طيب وخدته برضو السنه اللي فاتت، ده كل ده يعتبر ريفيجن، جدول كده كبير عريض او اكبر منه كمان، الفوري ترانسفورم. انا محتاج منه حاجه بسيطه قوي نعلم لك عليها اهو عشان ما تخلطش. فاكر دول؟ مين فاكرهم؟ حدش؟ لو ضربت السيجنال في كوزاين ايه اللي يحصل؟ اللي انت خدته بالرياضه ده هو اللي احنا بنستعمله في كل الكوميونيكيشن سيستم، اللي هو لو انا النهارده بقول لك كده معادله رياضيه بتقول لك اكس اوف تي الفورير ترانسفورم بتاعها عباره عن اكس اوف اوميجا، يا ترى لو انا خدت الاكس اوف تي وضربتها في كارير او كوزاين، خلينا نسميه دلوقتي كوزاين اوميجا، اوميجا دي اسمها اوميجا زيرو، ده رقم يعني اوميجا زيرو تي او اوميجا نوت تي، الفورير ترانسفورم هنا يبقى شكله ايه؟ يعني دي النتيجه المهمه جدا اللي انت لازم تكون فاكرها او لو ناسيها يعني افتكرها بقى في البيت، اثباتها حتى سهل يعني. هيبقى عباره عن اكس اوف اوميجا يعني نفس السبيكترم، بس الاوميجا دي مالها؟ متشفته عند كام؟ اوميجا نوت بلس وماينس، بس الماجنتيود بتاعها ينزل ايه؟ للنص. يعني ده كده فيه ايه؟ اسمه 2 مقسوم على 2 بره، ولو الساين تعرف تعمل الايكويشن فيها بس جي وفيها نيجاتيف. فاكر دي؟ دي بقى مهمة جدا عندنا في الكوميونيكيشن. مين ممكن يخمن ليه بعد كل اللي قلناه؟ كويس. أي اقتراح من الجماعة اللي ورا؟ ها؟ بالظبط. يبقى النهاردة أنت لو قلت لي أنا عندي ريكتانجل سيجنال في التايم دومين والفوري ترانسفورم بتاعها، أهي رسمة بقى كروكي، بقول لك ده اللي يهمنا في الكوميونيكيشن. تعرف ترسم الكلام ده، دي من ناقص تاو على 2 لتاو على 2، ودي اللي هي ايه كانت السينك، والنقطه دي كانت 2 باي على التاو. النقطه دي مهمه هقول لك ليه بعد شويه، مهمه انا برسمها في الاوميجا. النهارده لو انت خدت كوزاين دي وضربتها، خدت الريكتانجل دي وضربتها في كوزاين، ايه اللي يحصل للشكل ده في الفريكونسي؟ بالظبط. يبقى الزيرو ده هيفضل مكانه، السيجنال دي هتروح كده عند اوميجا نوت لو برسم مع الاوميجا يعني، وهتروح هنا عند ايه؟ ناقص اوميجا نوت، صح؟ دول القيمتين دول يعني، دي اللي هي دي ودي اللي هي دي، صح كده؟ اذا السيجنال نقلتها من حاجه اسمها زيرو هرتز سيجنال، بدل ما اقول لك السيجنال موجود عند زيرو هرتز، هنتفق انا وانت ان احنا هنسميها البيز باند. سيجنال موجوده في البيز باند يعني سيجنال عند زيرو هرتز. سيجنال غيرت مكانها عشان ضربتها في كوزاين اللي احنا في الكورس ده هنسميه كارير، وده موضوع الكورس ان شاء الله.
ساعتها هنسميها الباس باند سيجنال او الباند باس سيجنال او الار اف سيجنال او الكارير سيجنال. كل دي اسماء هتجينا واحده واحده، مش شرط نقولها دلوقتي. اذا ده ابلكيشن على فوري ترانسفورم. انت لو عايز حد النهارده يبعت سيجنال في الوايرلس شانل وعايزه ياخد حيز واين في فريكوينسي، وحد تاني يبعت حيز تاني جنبيه، هتعمل كده ازاي؟ روح اضرب في كوزاين بالشكل اللي احنا عاملينه هنا. فدي نتيجه مهمه في الكورس بتاع السيجنال سيستم، هنستعملها كتير جدا. طيب خدت برضو، لو انا عندي سيستم دخلت له انبوت عايز اطلع الاوتبوت، والله السيستم ده ممكن اعمل فيه كونفوليوشن، عايز اعمل فيه كونفوليوشن بين السيستم امبلس ريسبونس وبين الانبوت. ما ينفعش تعمل كده الا لو كان السيستم لينير تايم انفاريانت. كلام غالبا برضو درسته بالتفصيل وقعدت تحلوا عليه كتير قوي، اللي هو ابلكيشن عندنا خطير جدا، بس غالبا هنشوفها في سنه رابعه. يعني هنديك بقى مودلز للوايرلس شانل، يعني يا ترى الشانل اللي بره دي لما تروح السيجنال عليها وتوصل لك انت في الموبايل كده، لو في مطر او تراب او بعض البلاد تلج او حراره عاليه او حراره واطيه، ايه اللي يحصل للسيجنال؟ هل السيجنال لما تروح في الميديم ده الوايرلس شانل ده بالنسبه لنا سيستم؟ الاجابه اه، دي كده سيجنال داخل على سيستم وطلع منه على الجهاز بتاعك، واصله لك انت بقى على الموبايل مثلا. هل هتعرف تجيب الاوتبوت سيجنال من السيستم ده؟ هل هو مجرد كونفوليوشن؟ لازم تروح تتاكد الاول ان السيستم ده لينير وتايم انفاريانت. وممكن غير كده اه طبعا، ممكن وده الواقع يعني، السيستم او الشانل موديل بتاعنا ما يبقاش تايم انفاريانت، الشانل متغيره، فيها حركه، فيها هواء، فيها اطراف، فيها ناس بتتحرك. فلو السيستم نون لينير او نون تايم انفاريانت، يعني تايم فارينج، مش هينفع ان انت تستخدم الكونفوليوشن، والناس تيجي تتلخبط وتستخدم برضه كونفوليوشن، هم حافظين يعني مش فاهمين. لازم تعرف تستعملها امتى. المهم لو هو طلع ال تي اي سيستم وعرفت تستعمل الكونفوليوشن، ممكن تستخدم كونفوليوشن في التايم او مالتيبليكيشن في الفريكونسي. دي من الحاجات اللي انا عايزك برضه تفتكرها، بنقول بنعمل ريفيجن على الحاجات اللي انت مطالب ان انت تفتكرها من كورس سنه ثانيه. طيب من الحاجات المهمه جدا برضه الانرجي والباور، فاكرينها؟ دي قضينا شويه وقت فيها الصبح، بس جايز انتوا تكونوا فاكرينها. بنحط هنا التو ديفينيشن، انرجي وباور. دي ديفينيشنز اتحطت من الجماعه بتوع السيجنالز ان جنرال وبتوع الماث. والديفينيشن ده بيقول لك ايه؟ والله انت عايز مؤشر على الطاقه في السيجنال، خد السيجنال دي اللي هي مثلا فولتج وروح اضربها لي في نفسها. يعني النهارده اللي انا قلت لك انا عندي تيار متردد، يعني عباره عن ساين ويف بيعبر عن فولتج او امبير ماشي في السلك، وقلت لك انا عايز احسب الطاقه بتاعته. فده لو كان بالفولت فانت عايز تحوله لطاقه، خلاص اضرب السيجنال دي في نفسها عشان تبقى فولت سكوير كده، حولتها لطاقه. فالانرجي اللي هو السطر الاولاني بيعمل كده، بياخد السيجنال يضربها في نفسها وبعدين يكامل بقى على كل التايم اللي هي فيه، صح كده؟ لو عملت كده هنا يديك كام؟ نعم؟ يعني لو طبقت المعادله الاولى هنا يديك كام؟ حد قال زيرو، حد قال انفينيتي. اه الجماعه بتوع الرياضه برضو ما يحبوش انك لو عملت حسبه تقول لهم الكلام يساوي انفينيتي، لا قول لهم الكلام ده يقول الى انفينيتي، اللي انت مش هتعرف توصل انفينيتي، هو بيقولوا كده يعني. المهم فده يقول انفينيتي فعلا، لو طبقت المعادله دي، المعادله دي تديك انفينيتي. مشكله، يبقى انت بتقول لي السيجنال دي اللي ماشيه في فوق دي طاقتها انفينيتي. قال لك لا ده ما مش معبر، خلاص عرف لي كميه ثانيه اسمها باور للنوع ده من السيجنال، اللي هو ايه؟ خد لي الانرجي اللي انت حسبتها دي واقسمها لي على تايم، بس خد التايم لما الليمت ياخد تي تروح لانفينيتي. انا بكتب بسرعه بس المعادله مكتوبه قدامك الحقيقه. خد نفس معادله الانرجي اقسمها على التايم، يبقى ده انرجي بير يونت تايم، خد الليمت لما تي تنس تو انفينيتي، دي معادله الباور. اه ساعتها لو انت طبقتها على معادله زي دي او رسمه زي دي او ويف زي دي هيطلع لك ساعتها ايه؟ رقم بقى باور، صح كده؟ فالنهارده انت لو رحت زي ما اديت مثال للمجموعه الاولى، وبدي دايما المثال ده، لو رحت تشتري لمبه يعني عشان لمبتك محروقه في البيت، اللمبه مكتوب عليها ايه؟ جول ولا وات؟ وات. يبقى هو حسب لك الباور كونسامشن في الريزيستنس بتاعت اللمبه دي لما يمشي فيها التيار بتاعنا المتردد هيحصل كذا، يبقى الحسبه طلعت كذا، ده الباور، ده الوات. طيب اذا في سيجنال زي دي ينفع احسب لها باور؟ ما ينفعش احسب لها انرجي.
لانه يبقى غير معبر. في سيجنال زي دي ريكتانجل من ناقص تاو على الاثنين لتاو على الاثنين، لو جيت النهارده والامبليتيود هنا بايه؟ لو جيت النهارده قلت لك الانرجي كام هنا؟ الانرجي بكام؟ اضرب السيجنال دي في نفسها تبقى ايه في ايه؟ ايه سكوير، وبعدين يبقى انا بكامل الاريا بعد تربيحها، يبقى الامبليتيود في الويتس ده كل اللي هو تاو. هيبقى ساعتها طلعت برقم اهو كويس. طب الباور؟ خد الانرجي اقسمه على التايم وخد الليمت لما التايم يروح لانفينيتي. يبقى الباور للسيجنال دي بزيرو. صح كده؟ بنقول يبقى انت طبقت المعادلات صح، مفيش مشكله. ده الرياضه. احنا بقى بنستعمل الرياضه ازاي؟ ده احد مواضيع الكورس. لو جيت النهارده اللمبه دي عامله حراره ومضايقاني وعايز اقفلها، فالساين ويف دي اللي هي كانت مستمره بقت مش مستمره ووقعت للصفر، اصل انا قفلت الكهرباء. يبقى هي كانت مستمره مثلا وبعدين رحت انا هنا في تايم معين قفلتها. تفتكر السيجنال دي لو جيت حسبت لها دلوقتي الانرجي اقدر اطلع الرقم ولا ما اقدرش؟ اقدر، ما بقتش بقى انفاينايت. طب بالنسبه للباور؟ مش هقدر. فعشان كده عايزين نصطلح بينهم ببعض كده انه السيجنال عامه، اي سيجنال، اي سيجنال ممكن الحقيقه احسب لها باور. يعني السيجنال زي دي اللي هي مقطوعه كده، او السيجنال دي اللي قلنا عليها باور مش موجوده برضه، عشان لما طبقت التعريف الرياضي لقيتها بصفر. طب ما الساين ويف نفس الكلام، ما الساين ويف انا لو قفلت الساين قفلت النور يبقى انا مش هقدر احسب باور للكميه دي، لا برضه بنحسب باور. طب ليه؟ ما هو فعلا كده، ما انت لما تشتري اللمبه ما هي مقفوله اهي. طب هو ازاي اداك تعريف ليها للباور وهي مقفوله؟ بنفترض ان السيجنال دي حتى لو مقفوله ان هي مكمله، يبقى في افتراض كده ضمني ان السيجنال مكمله، واحسب لك الباور عشان يبقى ده معبر لاي سيجنال حتى لو ريكتانجل مثلا. لو السيجنال ريكتانجل ممكن اقول لك احسب لي الباور، هتقولي لو حسبتها بالرياضه تطلع زيرو، لكن لو قصدك الباور بتاعها بالديفينيشن ده ان اكنها مستمره، اكنها بيريودك ريكتانجل بالسز، لا ساعتها يبقى ليه معنى. طب ليه بنعمل كده؟ ليه بنضطر نضحك يعني على نفسنا لو صح التعبير؟ لا احنا مش بنضحك على نفسنا، هو احنا بنلجأ لكده علشان نقدر ندي مؤشر للكوميونيكيشن سيستم. بمعنى لو انا فعلا النهارده قلت لك انا عندي بيس ستيشن محطه ارسال بتبعت ريكتانجل بالس، خلاص، وهنلعب بقى في الكورس ببارامترز كتير وهقعد اقول لك كل شويه احسب لي بقى الباور بعد ما عملنا كذا وبعد ما شلنا كذا. اول خطوه اصلا ان انت تعرف الباور بتاعت السيجنال دي كام قبل اي تغيير فيها. فانت لو حسبتها بالطريقه دي هتقول لي الباور هنا صفر، يعني محطه الارسال بتطلع باور صفر، يعني اليوزر بيوصل له باور صفر. ما بيحصلش الكلام ده. الله، طب ليه؟ ده انا طبقت معادله وطلع الصفر. بقول لك صح رياضيا صح، بس عمليا بقى ما بنعملش كده. بنفترض ان السيجنال دي اكنها بيريودك واروح احسب لها باور. طب هي مش بيريودك، ما هي الكيس اللي تهمني ان هي اكنها بيريودك، لان البيس ستيشن محطه الارسال عماله تبعت طول الوقت، والسيجنال اللي بتبعتها ممكن احيانا تسكت لان في فترات الناس نايمه فيها او الشبكه الحمل عليها قليل. فساعتها اقدر اقول بالتعريف الرياضي ان انا ما عنديش باور هنا وخلاص؟ لا، ده انا بعمل افريج على كل التايم اللي هي استخدمت فيه، فبطلع انديكيشن او انديكيتور تاني للباور. هنشوف مثال دلوقتي عامل ايه على الكلام ده. الاول في اي مثال على اللي انا قلته، الفرق بين الاستخدام الرياضي للديفينيشنز والاستخدام العملي للديفينيشن برضه، اللي هو ازاي لو بيس ستيشن بتبعت سيجنال في وقت وخلاص، يعني خلصت اكنها ريكتانجل بالس، لو حد قال لك يلا احسب لي الباور، لو قلت له باور 0 وات وخدتها كده في هندسه هيضحك عليك، هيقول لك يبقى البيس ستيشن بتاعتنا ما بتطلعش باور بقى. لا، استخدامك للديفينيشن هو المهم، ازاي تستخدم الديفينيشن بتاع الباور. حاجة تانية مهمة قبل ما ناخد المثال بتاع الباور. عدى فيها شوية وقت برضه الصبح، الناس بتتلخبطة كالعادة يعني بين البوزيتيف والنيجاتيف فريكونسي. عايزين نعبر عن كمية أخرى مهمة عندنا اسمها الباند ويدث. أي سيجنال ليها شكل في التايم، لو رحت ترسمها في الفريكونسي هتلاقي ليها حيز معين في الفريكونسي دومين، هي شغلة حيز معين زي بالظبط السينك. الحيز اللي هي شغلاه في الفريكونسي ده اللي بنسميه باندويتس. يعني السينك لو حد قال لك الباندويتس بتاعها كام، هتروح انت على البوزيتيف بارت بوزيتيف فريكونسيز وتقول لي هي واخده من الزيرو هرتز لانفينيتي، يبقى الباندويتس هنا انفينيتي. او لو عايز تقريبيا يبقى تقريبيا، لا الباندويتس مش انفينيتي ولا حاجه، القيم دي صغيره لان السينك بتموت بسرعه وهي رايحه لانفينيتي.
هعتبر لك الباندويث هي الحته دي بس اللي اسمها 2 باي على التاو. ده مؤشر مهم عندنا في كوميونيكيشن اللي هو ايه؟ الباندويث اوف ذا سيجنال. انت بتستخدم باندويث قد ايه؟ هتعرف ليه مهم بعدين. بس نتفق على الديفينيشن. يبقى ايه تعريف الباندويث؟ الحيز للسيجنال في البوزيتيف فريكوانسي دومين. وممكن نعمل عليه تقريب لو كان انفينيتي، نقول والله هناخد اول زيرو كروسنج ده اللي هو 2 باي على تاو. فعشان كده مهم ان انت كنت تعرف تجيب اصلا الفوري ترانسفورم بتاع الريكتانجل وتفتكر ان هو شكله كده، والزيرو كروسنج ده 2 باي على تاو، لان دي كميه مهمه اسمها باندويث عندنا. طب ليه ما خدناش النيجاتيف في الاعتبار؟ النيجاتيف فريكوانسي كميه غير معرفه براكتيكال، لكن مفيش حاجه تمنع ان احنا نعرفها بالورقه والقلم كده ويبقى عندنا نيجاتيف. يعني احنا لما قلنا ان فوريا ترانسفورم عمل اكس اوف اوميجا تساوي تكامل اكس اوف تي اكسبوننشال ناقص جي اوميجا تي دي تي، في حاجه تمنع الاوميجا في المعادله دي ان انا اعرفها؟ ممكن اعرف الاوميجا دي اللي هي اصلا 2 باي اف، ممكن احط الاف ب 10 هرتز، ممكن احط الاف بناقص 10. مفيش ما يمنع ان انا الحسبه دي احسبها البوزيتيف ونيجاتيف فريكوانسي. لكن لما تيجي بقى تقول لي بوزيتيف فريكوانسي ونيجاتيف فريكوانسي معناها ايه، اقول لك النيجاتيف ملهاش معنى عندنا. وجماعه بتوع باور يعرفوا كده اكتر منك، لان هو بالنسبه لهم لما تقول له تيار متردد وكنت هو بيريودك بالشكل ده، بيريودستي بتاعته مثلا اسمها تي، فالفريكوانسي اللي هي فاندمنتال فريكوانسي اسمها 1 على تي. فلو كان الفاندمنتال فريكوانسي مثلا 50 هرتز زي التيار اللي ماشي ده، واحد عليه يبقى 0.2 سكند فاندمنتال بيريود. فهو وانت واحنا كلنا فاهمين يعني ايه 50 هرتز. تيجي تقول له بقى طب انا عايز اخترع سيجنال التيار بتاعها الفريكوانسي ناقص 50 هرتز، يقول لك مالهاش معنى. يبقى مقلوبها اللي هو التي ناقص 0.2 سكند، ارسمها ازاي دي؟ فدي مش متواجده يعني كفاندمنتال بيريود فيزيكلي، مش موجوده بالنيجاتيف. لكن كايكويشن لفوريه اللي هو عرف لنا الايكويشن دي هو وغيره، يعني في كذا حد اشتغل بموضوع اويلر وشانون بس هي معروفه باسم اكتر فوري ترانسفورم. لما تيجي تعرف الاوميجا ممكن الاوميجا تعملها اي حاجه، فده اللي بيخلي لما تيجي ترسم نتيجه بقى الايكويشن دي ترسمها بوزيتيف ونيجاتيف فقط عشان الايكويشن كانت كده. لكن الواقع العملي بتاعنا ايه؟ فقط بوزيتيف فريكونسيز. عشان كده لو قلت لك باندويث يبقى الباندويث البوزيتيف هو المهم. حد عنده سؤال لغايه هنا؟ كويس. في حد برضو الصبح سال برضو يعني ايه نيجاتيف؟ تاني يعني. لو كلها شيفتت في النيجاتيف ده هناخده برضو معنى ايه الشيفت ده؟ ناحيه البوزيتيف وناحيه النيجاتيف، فانا هاجل الكلام عنه في المودريشن. خليني ارجع تاني هنا للموضوع بتاع الفريكونسي ده، بتالي حته مهمه زي ما قلناها الصبح. يعني حاجه فاندمنتال مهم ان تكون فاهمها. مش هنجيلها تاني. بص هو هنا عرف دي ازاي، برضو ليه جاب النيجاتيف ده؟ هو كان عايز وسيله ان هو يعبر عن السيجنال في دومين تاني تقول له شكلها ايه كتغير. يعني مثلا لو انا عندي سيجنال في التايم دومين عامله كده، وسيجنال في التايم دومين برضو بس عامله كده، تتغير بسرعه اسرع بكتير من الاولانيه. انا شايف كده بعناية، لكن انا عايز اعرف دومين جديد يقول لي حاجة أنا مش شايفها قوي بعينيا هنا. ما دام هتعرف دومين جديد مش حاجة بقى فيزيكالي موجودة، حاجة فيزيكالي موجودة يبقى حاجة في التايم، تدخل المعمل وتشوف سيجنال في التايم، ده كلنا شايفين وعارفين وفاهمين. عايز تعرف حاجة جديدة يبقى أنت عرفها لي وهنمشي على التعريف. فهو عرف الإيكويشن بالشكل ده. في غيره عرف اللابلاس، غيره عرف الزد ترانسفورم، كلها ترانسفورم، كل واحد حط تعريف لازم نمشي على الديفينيشن اللي هو فيه. طيب هو حط التعريف ده ليه؟ قال لك اختار ايجن فانكشن يعني اكسبوننشال عشان اعبر عن السيجنال. ليه؟ مش انت بتقول السيجنال دي ابطا من دي؟ طب انا عايز اشوف هي بطيئه قد ايه؟ فقال لك وسيله من الوسائل ان انا هاخد السيجنال دي هضربها في كوزاين، وهضرب السيجنال دي برضو في نفس الكوزاين. لما اضرب السيجنال اللي فوق دي في كوزاين وكامل اكامل حاصل الضرب ده، هطلع رقم صح؟ نتيجة الانتجريشن رقم اريا اندر ذا كيرف. واعمل نفس الكلام تحت، هضرب السيجنال دي في نفس كوزاين وكامل واطلع رقم، تفتكر انهي رقم فيهم هيطلع اكبر؟ نعم؟
بقول عندي سيجنال ضربتها في كوزاين، وعندي سيجنال تانية خالص سريع ضربتها في كوزاين نفس الكوزاين، وعملت انتجريشن وطلعت هنا رقم هسميه مثلا ايه، ده ناتج الانتجريشن، والرقم اللي تحت هسميه بي، مين اكبر؟ اسيوم ان الاثنين ليهم نفس الامبليتيود بس دي اسرع. الحقيقه السيجنال دي شبيهه قوي بالكوزاين، فهتيجي تضرب هتضرب الحته دي في الحته دي، وهتضرب الحته نيجاتيف في الحته نيجاتيف، فتطلع بوزيتيف، بينما اللي تحت مش كده. الكوزاين فيها هنا هاف سايكل، السيجنال فيها تغيرات سريعه، تيجي تعمل انتجريشن على الفتره دي تبقى اولموست زيرو في الحته دي، فيتلاقي ان الرقم ده اصغر من ده. فكده انت عملت ايه بالحركه دي؟ جبت لي كوزاين بفريكونسي معينه، كوزاين اوميجا تي بفريكونسي معينه، وليكن مثلا اسمها اوميجا زيرو، ولقيت ان ده اداك رقم اكبر من ده. دي بنسميها يا جماعه كورليشن، انا بجيب شبه، بحاول اوجد شبه بين السيجنال وبين كوزاين انا افترضتها. ولو لقيت السيجنال دي شبه بالكوزاين دي، هقول في نفسي اه يبقى السيجنال بتاعتي فيها التردد ده، يعني فيها شكل من الكوزاين دي. خلصت، اعمل نفس الاكسرسايز ده تاني على سيجنال تانيه، على كوزاين تاني. الكوزاين دي عباره عن ايه؟ كوزاين بس سريعه شويه. مش هنحط عليه. كوزاين سريعه شويه. الكوزاين السريعه شويه ده مثال تاني بقى، لما تضربها في السيجنال دي وتكامل، وتضربها في السيجنال اللي فوق وتكامل، مين هيديك رقم اكبر المره دي؟ اللي تحت. اقعد اعمل الكلام ده على ديفرنت كوزاينز، مره كوزاين اوميجا نود، مره كوزاين اوميجا 1، مره كوزاين اوميجا 2، كتير جدا. كده انت بتعمل ايه؟ بتوجد كورليشن بين السيجنال اللي انت بتدرسها والديفرنت فريكونسيز للكوزاينز. ليه برضو؟ عشان تعرف السيجنال بتاعتك فيها ترددات شكلها ايه، او فيها حاجات سريعه ولا لا. هو بيعمل كده، هو بياخد السيجنال يضربها في اكسبوننشال، وانت عارف ان الاكسبوننشال عندنا اي تو ذا باور جي اكس عباره عن كوزاين اكس بلس جي ساين اكس، يعني ما تتلخبطش لما تشوف الاكسبوننشال دي عباره عن كوزاين وساين. فهو بيكورليت بين السيجنال اللي انت بتدرسها اكس والسيجنال اللي هو اخترعها دي، اللي هي اسمها كوزاين، مش اخترعها، جابها يعني او قال هي دي السيجنال المناسبه، ات ديفرنت فريكونسي، وتقعد بقى تجرب فريكونسيز كتير. فما فيش ما يمنع ان انت وانت بتجرب تخلي كوزاين دي الفريكونسي بتاعتها ناقص 10 هرتز. كلنا عارفين الكوزاين بالنيجاتيف هي نفسها. طب والساين؟ ساين ناقص 10 يعني ايه؟ بتقلب بس اشاره، يبقى معنى النيجاتيف ان انت قلبت اشاره، قلبت الاتجاه. فهو كده بياخد كل احتمالات الايه؟ الفريكونسيز حتى النيجاتيف في الدراسه بتاعته دي. ده اللي بيوجد النيجاتيف فريكونسيز. لكن عمليا لما تتعرف الفريكونسي اللي هي مقلوب الفاندمنتال بيريود زي ما قلنا الجماعه بتاع باور بيفكروا بيها كده، هي مقلوب التي. فما فيش حاجه اسمها نيجاتيف تي او نيجاتيف اف، وده صحيح. ما فيش حاجه عندنا اسمها نيجاتيف فريكونسيز الا بس لو قصدك بيها ان انت بتقلب اشاره زي كوزاين والساين، وده فعلا اللي بيعمله هنا عشان نطلع الشكل اللي اسمه فوري ترانسفورم اللي انت قعدت تدرسه كتير السنه اللي فاتت، ويقولوا لك لو هي الريل تايم سيجنال تطلع سيمتريك في فريكونسي دومين. وبالتالي الجزء ده زي الجزء ده، فانا ممكن اخبي لك اصلا جزء نيجاتيف ده، هو طلع لي بس عشان الايكويشن. في سؤال؟ واضحه؟ اتفقنا؟ نيجاتيف فريكونسي كميه معرفه للديفينيشن بتاع فوري ترانسفورم، لكن داز نوت اكزيست فيزيكال كوانتيتي يعني. فلما تعرف الباندويتس وتنزل مزادات وتقول للناس انا عندي كدوله عندنا دلوقتي مساحه في الفريكونسيز، يلا يا شركات مين يقول لنا عايز انهي حته وتدفعوا عليها وينزلوا مناقصات، بنتكلم على بوزيتيف فريكونسيز مش النيجاتيف فريكونسي. وممكن ناخد مثال، طبعا قبل ما ناخد مثال، الباندويتس هنا كام زي ما قلنا من شويه؟ لو عايز تقول ان الباندويتس في المثال ده انفينيتي لكن ابروكسيميتد تو 2 باي على التاو، كده يبقى الاجابه تبقى دقيقه. عايز تقولها على طول 2 باي على التاو، برضه الاجابه تبقى صح. ماشي؟ في اي سؤال هنا؟ طيب اخر حاجه بقى، ده اللي ختمنا بيه المحاضره الاولى، قعدنا فيها وقت. هديك الكلام ده بس على بقى مثال عمل. افترض النهارده ان انت مسكت انتنة كده، الانتنة دي استقبل السيجنال وبعدين وصلتها بالانالايزر، فالانالايزر قرا السيجنال وعرض لك الشاشه دي، شايفينها ولا ايه؟ صعبه شويه؟ هقراها لك. عندي سيجنال، حتى خليني ارسمها يعني. بص هو بيرسم ايه؟
الشاشه عندك فيها الشكل ده. بس متقسمه ديفيجنز. هو بيقول لك انا عندي هنا من اول لاخر الشاشه السبان نسميها كده. ده هو هنا بالنسبه له فريكونسي الاكسيس ده. السبان قايل لك كام؟ 7.5 ميجا. تحت على اليمين 7.5 ميجا هرتز. وبقول لك السلايدز عندك فما فيش ما يمنع لما تيجي المحاضره الجايه تكون برضو طابعها او عارضها قدامك فهتتابع معايا احسن. فالسبان ده 7.5 ميجا هرتز، يعني دي الشاشه كلها كده. وبيقول لك احنا مقسمين الشاشه دي لشويه ديفيجنز. كام ديفيجن؟ هي ظاهره عندكم ولا مش ظاهره خالص؟ شويه مش قوي يعني. 10. يبقى المربعات دي 10. يبقى المربع الواحد قد ايه؟ ايوه 0.75 ميجا هرتز او 750 كيلو هرتز. مظبوط، دي الواحده منهم. فلو انا جيت قلت لك السيجنال اللي انت عارضها لي دلوقتي في المعمل دي الباند ويدث بتاعها كام بقى؟ هتعمل ايه؟ مفيش مفاجاه هنا صح؟ ايوه بالظبط. هتشوف هي واخده كام ديفيجن واعمل ايه؟ واضربها في 750 كيلو هرتز او 0.75 ميجا هرتز. دي سهله دي صح؟ اذا لو سالتك على رسمه زي كده الباند ويدث كام هتعمل كده. هتعمل فعلا العد ده. روح بس وعدها، مش باينه لك دلوقتي. هي تقريبا واخده 7.5 ديفيجن، 7.5 قطعه. وكل ديفيجن بكام؟ 0.75 ميجا هرتز. فلت خالص مشكله الكابل ده. طيب مهم 0.75 ميجا هرتز بير ديفيجن دي يعني كام؟ يعني حد يعملها لنا بسرعه كده قبل ما نحاول نشوف ايه المشكله هنا. طيب مش مشكله بقى. حد عملها؟ لان السلايد اللي بعديها كان الرقم مكتوب بس كان فيه تايبو او غلطه يعني، فكنا عايزين ناكد الرقم ده. اعملها وقول لي ده كده الباندويتس. طيب ركز بقى. حد عملها؟ 5.625. ماشي. مش مشكلة بقى، دي كانت آخر سلايد فمش مشكلة. طيب كده جبنا الباندويتس. عايزين بقى الباور. هو كمان مقسمها لك ديفيجنز بالشكل ده كده، وواصل فوق خالص لغايه ناقص 20 دي بي ام، واللي تحتيها ناقص 30 دي بي ام، وهكذا لغايه ما وصل هنا ناقص 60 دي بي ام. كلنا نعرف الدي بي ام كويس، مش محتاج اتكلم عنه يعني، ولا محتاج؟ عارفين. الباور هنا احسبها ازاي؟ يعني السؤال دلوقتي بعد الباندويتس احسب لي باور في السيجنال. ده اخر سؤال عندنا خلصناها نمشي. اي اقتراحات؟ واحنا في ام ال ام انا بسال ايه؟ انا عمال اقول انتوا خدتوه ولا لا؟ ما انا بسال خدته ده قلت لي اه ايوه. ما لا تاني بقى دلوقتي مش انت عارف دلوقتي. بصوا لو انا عندي باور ده مثال اهو، بلاش باور نسميه بي 1. افترض قصدي مهمه دي ما دام كده، ما دام لسه بتسالوا فيها يبقى برضه لسه مش واضح. بي 1 مثلا تساوي اي رقم وليكن 1 واط. انا حسبت السيجنال باور وسميتها بي 1 اسمها 1 واط. اليونت هنا باينه صح؟ لو قررت استخدم اليونتس اللي هي بالدي بي فانت هتروح تقول ان بي 1 دي ممكن اكتبها لك بيونت ثانيه اسمها دي بي ام، اللي هي عباره عن 10 لوج بيز 10
البي 1 اللي هي بالواط دي، بس اعملها لي ريفرنس الى ال 1 ملي واط اللي هي دي اسمها ملي واط. يعني اقسم لي الباور دي على 1 ملي واط، خد لي ال 10 لوج 10 طلع لي الرقم ده. تمام؟ يطلع كام؟ لو البي 1 ب 1 واط وده 10 اس ناقص 3 اللي هي ملي، تطلع كام دي؟ تطلع ايه؟ مين بيقول ايه؟ لو انت بتتكلم انت حاطط كده، مش انت بتتكلم ولا مين؟ مش انت، ماشي، حد من ورا بقى. ايه؟ بسامة كيلو؟ لا لا انا بقول لك احسب لي الحسبه دي، انا عايز رقم، اديني بس الرقم هنا. ايه يا جماعه؟ ما يصحش كده، الحسبه الرياضيه سهله. 1 على 10 اس ناقص 3 واخد 10 لوج 10 يطلع كام؟ 30 صح؟ 30 بالظبط، 30. ما الرقم ده 10 اس ناقص 3، انا سامع حاجه ثانيه، علي صوتك بقى لو انت بتقول 30 بجد؟ ما سمعتكش. طيب 30 دي بي ام، يبقى الواحد واط عباره عن 30 دي بي ام. يبقى لما تشوف حاجه اسمها 30 دي بي ام ده معناها السيجنال دي الباور بتاعها 1 واط. في ناس ثانيه بتحب الرقم ده بالواط، بالدي بي واط. ايه الدي بي واط ده؟ نفس المعادله دي 10 لوج 10 بس بي بي 1 ريفرنس الى 1 1 ايه 1 واط، مش 1 ملي، لا 1 واط. فالناتج يطلع ايه؟ بي 1 اللي هي 1 اقسمها على 1 وخد اللوج 0. فزيرو زيرو ايه؟ 0 دي بي واط. فنفس الرقم ده اللي هو في اللينير دومين اسمه 1 واط، في الدي بي ام دومين اسمه 30 دي بي ام، في الدي بي دومين اسمه 0 دي بي واط. ده غير الدي بي بقى، لو واحد قال لك انا عندي باور بي 1 وعندي سيجنال اللي هي باور بي 2 اسمتها هي دي، لو انت خدت لها 10 لوج 10 اليونت ده كله اسمه دي بي، اللي هو بتريفرنس سيجنال ويز انذر سيجنال او ديفايد سيجنال ويز ريسبكت تو انذر سيجنال، يعني بي 1 على بي 2. واضحه كده؟ دي يونتس للباور. خلاص؟ هي مشكله؟ ده الديفينيشن. النهارده بقول لك الانالايزر بقى قاري لك ان ده كده السيجنال دي شكلها فلات في الفريكونسي. وواقفه هنا عند ناقص 60 دي بي ام. روح وبص عليها في السلايد. انا عايز اعرف الباور بتاعتها ايه؟ يعني هو بارسيفال قال لك ايه طيب؟ حد فاكر بارسيفال؟ احنا ما قلناهوش بس كان عندك في السلايد. بارسيفال ثيرم. ان انت لو عايز تجيب الانرجي او الباور ممكن تجيبها في التايم او الفريكونسي، بس هتعمل ايه؟ تكامل صح؟ يعني انت لو عايز تجيب الباور بتاع السيجنال خد السيجنال اضربها في نفسها وكامل. يعني انا لو عندي سيجنال في الفريكونسي دومين اسمها سينك زي اللي خدناها من شويه، انا برسم ايه؟ برسم فوري ترانسفورم، فده بيبقى فولت. يعني عايز الباور خد السيجنال دي اضربها في نفسها بقت سينك سكوير وكامل عليها في الفريكونسي دومين، كده انت جبت لها باور. طب هنا اللي مرسوم عندك الانالايزر بيديهولك مرسوم بالواط، يعني هو اصلا خد السيجنال ضربها في نفسها في الفريكونسي دومين وجابها لك كفوري ترانسفورم اهو، بس اللي هنا الاكس الواي اكسس مش فولت، ده واط، ده فولت سكوير يعني بوشن فولت سكوير، ده واط. فهتعمل تكامل بس بمنتهى البساطة. يعني عندي لو الليفل ده ناقص 60 دي بي ام والسيجنال دي الباند ويدث بتاعها انت حسبته، فناقص ان انت بس تكامل الاريا دي، التكامل هيجيب لي فعلا الباور بتاع السيجنال دي. ليه كملت بس؟ ليه ما احتجتش تضرب السيجنال دي في نفسها؟ انا بقول لك لو السيجنال كانت فوري ترانسفورم خدها واضربها في نفسها، يعني دي لو اسمها اكس اوف اوميجا خد اكس اوف اوميجا اضربها في نفسها وكامل في الاوميجا دومين. انا بقول لك الانالايزر عمل كده، عمل ايه؟ خد الاكس اوف اوميجا وضربها في نفسها، فهو عارض لك هنا الاكس اوف اوميجا سكوير، عارض الاكس اوف اوميجا قوس كبير كده سكوير، عارضها مع ايه؟ مع الاوميجا، مع الفريكونسي. فانت فاضل لك ايه عشان تجيب الباور؟ هتكامل. واضحه؟ فيها تريك دي اخر حاجه، وان كان صحيح بس هو الحقيقه ما بيعملش كده بالظبط الانالايزر. بمعنى ايه؟ الانالايزر نعملها لك هنا كده، افترض ان في الفريكونسي دومين، ركز بقى الحته دي، في الفريكونسي دومين كانت السيجنال عامله كده فعلا اسمها اكس اوف اوميجا او اكس اوف اف، وراح هو ضربها في نفسها عشان يجيب الاكس اوف اف سكوير اكس اوف اف. لا هو ما بيكونش بالضروره حسب كل السيجنال دي لكل فريكونسي معينه، يعني النهارده انا سالتك ان الفلات سبيكترم ده في كام نقطه؟ عدد لا نهائي،
هو هيحاول يحسب الكلام ده؟ لا. بيعمل ايه بقى؟ بيروح يحسب شانكس او حتت صغيره كده منها. يحسب الاريا اندر ذا كيرف بمعادلات عنده في هاردوير جوه بتحسب الحسبه دي. ده احد الطرق. في طرق تانية بتعمل سويب بطريقه معينه لو في وقت ما نتكلم يعني عليه. مهم ابستراكت مودر كده يعني من بعيد بس اشرح لك هو بيعمل ايه، ولو في وقت ممكن ندخل في تفاصيل اكتر شويه ازاي بيعمل القياسات دي. فهو بيقسمها حتت ويحسب الباور في الحته دي، في الحته الصغيره دي العمود ده. وبعد ما يحسب الباور هنا يقول حسبها ازاي؟ خد السيجنال ضربها في نفسها لمده صغيره جدا من الفريكونسي. قد ايه الفتره الصغيره جدا من الفريكونسي دي؟ يكتبها لك هنا تحت السبيكترم، يقول لك عليها الريزوليوشن باندويث. في المثال بتاعنا اللي هو مش معروض هنا عشان البروجيكتور غالبا عنده مشكله، 30 كيلو هرتز. يقول لك وانا بحسب لك خدت لك حتت صغيره جدا كل واحده فيهم 30 كيلو هرتز وحسبت الباور. يعني انت وانت بترسم الرسمه دي عملت كده، عملت اكروس فريكونسي نقطه بتعبر عن الباور هنا هنسميها مثلا بي 1، ونقطه بتعبر عن الباور في الحته اللي بعديها اللي اسمها بي 2. دي قيمتها بي 1 ودي قيمتها بي 2 ودي قيمتها بي 3 ودي قيمتها بي 4 وهكذا. وبعدين وصلت انت بينهم بخط يانالايزر، اكنها بالنسبه لي بقت كونتينيوس. طب وانت بترسمها فيرسس ايه؟ برسمها لك فيرسس فريكونسي. طب انهي فريكونسي ده؟ كل نقطه من دول بتعبر عن حته. انا هعبر لك عنها باول الحته، يعني لو دي كانت اول فريكونسي معينه يعني هي محسوبه، لو عايز تعمل عليها زوم ان يعني كانت محسوبه في سيجنال ليها حيز معين هنا كده، ده اللي عملت عليه الانتجريشن. مثلا من 1 او خليها من 0 هرتز لغايه 30 اللي هو الرقم بتاعنا ده 30 كيلو هرتز، هكتب لك هنا في الانالايزر الرقم ده عند الزيرو. لكن انا في واقع الامر خدت ال 30 كيلو هرتز وكملت عليها. فاهمين هنا عمل ايه؟ واضحه؟ فعمل النقط دي ورسمها. فالنهارده انت لو عايز الباور فعلا كل اللي هتعمله، اذا لو كلهم قد بعض زي المثال بتاعنا اللي هي كلهم يساوي ناقص 60 دي بي ام، هي الحقيقه ناقص 60 دي بي ام دي مقصود بيها ناقص 60 دي بي ام بير بن، بيسموها فريكونسي بن او الشنك الصغيره دي اللي هي لمده 30 كيلو هرتز. يعني دي 60 دي بي ام محسوبه على حته صغيره اسمها بن، قيمتها قد ايه في فريكونسي؟ 30 كيلو هرتز. فتعمل ايه بقى؟ عشان تحسب التوتال باور للسيجنال، وده السؤال اللي بقول لك عليه في المساله دي، السؤال الاخير، هتعمل ايه؟ اقتراحاتكم؟ حول لي الناقص 60 دي بي ام للينير، تعرف تحولها لي من دي بي ام لوات؟ اعمل تحويلها بالعكس بقى. 10 ايوه هو ده، مش عايزين نكتبها، انتوا خلاص كبرتوا على كده، كويس، انتوا عارفين ازاي تحول. فالرقم ده لما تحوله للينير لوات اضربه بقى في ايه؟ في عدد النقط. اجيب ازاي عدد النقط؟ اضرب ايه في بند؟ اضرب ايه في البند؟ انا دلوقتي بقول انا هجيب الرقم ده في اللينير دومين وليكن طلع اي حاجه. ايوه بس كده، يبقى انت بتقول لي اضرب الرقم ده في عدد النقط. عدد النقط هو ايه؟ كل الباندويتس بتاع السيجنال اللي انا عرفت احسبه بارت 1 من المساله، لو قسمته على الريزوليوشن باندويتس اللي هي الحتت الصغيره اللي حسب عليها هو حسبه الباور، الريزوليوشن باندويتس، اقسم الرقمين دول على بعض يطلع لك فعلا عدد النقط اللي هو اشتغل عليه اللي هو جابها لك، وهو ده الرقم اللي هتضربه لينيرلي في ال 60 دي ناقص 60 دي بعد ما تحولها لينير. تمام كده؟ او تخليها زي ما هي بالدي بي ام وما تحولهاش لينير ولا حاجه، وهات انت الرقم العدد ده في اللوج دومين في الدي بي دومين، 10 لوج بيز 10 باندويتس على ريزوليوشن باندويتس. ما انا من شويه قلت لك هات لي الحسبه بتاعت ال 60 دي بي ام دي باللينير واضربها في عدد البنز ده لينيرلي، لكن في اللوج